استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة سعادة السيد تارو كونو وزير الدفاع الياباني والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في فعاليات المنتدى 15 لمؤتمر حوار المنامة 2019 للأمن الإقليمي بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع. وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسعادة وزير الدفاع الياباني، مشيدا معاليه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك خاصة في المجال العسكري. واستمع سعادة وزير الدفاع الياباني والوفد المرافق إلى إيجاز عن قوة دفاع البحرين ومراحل تشكيل أسلحتها ووحداتها العسكرية المختلفة والإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. وحضر اللقاء سعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري يوسف أحمد ملالا مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوات دفاع البحرين.